بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية الصف الثاني المتوسط في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة الرياضيات بعنوان تمارين على عد النواتج، كتاب الطالب، صفحة 186. السؤال الأول: حدد جميع النواتج الممكنة لحل كل مسألة مما يأتي باستعمال الرسم الشجري. سؤال 5: رمي مكعب الأرقام وقطعة نقود. أولا، من مبدأ العد الأساسي، إذا أحببنا أن احنا نعرف عدد النواتج، مكعب الأرقام 6، قطعة النقود 2، 6 ضرب 2 يساوي 12 ناتج، ولكن هو يريد النواتج نفسها، الـ 12 ناتج باستعمال الرسم الشجري، وبالتالي مكعب الأرقام من 1 إلى 6، ومن كل عنصر هيخرج سهمين لأن قطعة النقود شعار وكتابة، وهيكون الرسم الشجري بهذا الشكل. قطعة النقود، مكعب الأرقام، الناتج من 1 إلى 6 هذا المكعب، ومن كل عنصر خرج سهمين شعار وكتابة، ومن ثم كتبنا النواتج 21 واحد وكاف وهكذا. السؤال 6: سحب كرة بيضاء أو حمراء. يبقى إذن هذه الحادثة الأولى لون الكرة 2، الأحجام صغيرة متوسطة كبيرة كبيرة جدا 4 أحجام، يعني عدد النواتج 2 ضرب 4 يساوي 8، وبالرسم الشجري هنرسم البيضاء حمراء ومن كل واحدة يخرج 4 أسهم، ومن ثم نكتب النواتج. بعد كده السؤال 7: مبيعات محل العصائر البرتقال والتفاح والفراولة، 3 أنواع من الفاكهة بحجمين صغير وكبير. من مبدأ العد الأساسي 3 ضرب 2 يساوي 6 نواتج، باستعمال الرسم الشجري هرسم هذا الرسم: العصير، الحجم، النواتج. العصير 3 أنواع من العصير، من كل واحد خرج سهمين لأن عندي حجمين صغير وكبير، ومن ثم كتبت النواتج، وفي الأخير كتبت له عدد النواتج 6 نواتج. بعد كده السؤال 8 إلى السؤال 12، حاول توقف تروح للكتاب صفحة 186 وتحاول تحل الحاج. هنا استعمل مبدأ العد الأساسي، أيوه هنا وصلنا للمسائل السهلة. مبدأ العد الأساسي يعني لن أرسم رسم شجري ولا شيء، مجرد مبدأ ضرب، أشوف عندي كم حادثة وأضرب أعداد بعدد الحوادث. بمعنى السؤال الأول: اختيار أحد أيام الأسبوع. كويس، يوم من أيام الأسبوع يعني 7، ورمي حجر نرد يعني 6، حجر النرد عارفينه ان هو ايش، حجر النرد من 1 الى 6، تمام. اختيار احد ايام الاسبوع عشوائيا ورمي حجر نرد، 7 ضرب 6 يساوي 42، وبالتالي اجابة السؤال الاول 7 ضرب 6 يساوي 42. 9: رمي مكعب أرقام 3 مرات، يعني هيكون عندي كم مكعب؟ هيكون عندي 3 مكعبات، 3 مكعبات. المكعب الأول حادثة من 6، المكعب الثاني نواتجه 6، المكعب الثالث نواتجه 6، وبالتالي لما يقول لي رمي مكعب أرقام 3 مرات يعني 6 ضرب 6 ضرب 6 يساوي 216 أو 6 أس 3 بيساوي 216. سؤال 10: حل 5 أسئلة من نوع الصواب والخطأ في اختبار التاريخ. 5 أسئلة من نوع الصواب وإيش؟ والخطأ. الصواب والخطأ يعني كم؟ زي شعار وكتابة، زي قطعة النقود بالضبط، يعني 2. يعني السؤال الأول نواتجه 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، 2 في نفسها 5 مرات اللي هي 2 أس 5 اللي هي 32. يبقى هنا سؤال الصواب والخطأ بالضبط زي قطعة النقود، وبالتالي هيكون 2 أس 5 يساوي 32. طب فين غلطة طلابنا الأعزاء؟ أحيانا الطالب يستعجل يقول لي 5 ضرب 2 يساوي 10. لا، 5 أسئلة يعني لازم تضرب 5 أشياء. طب نشوف الشيء الواحد من كم، الحادثة من كم، نواتجها كم؟ 2، صواب وخطأ يبقى 2. يبقى أنا هضرب
خمس مرات، كل مرة 2 ضرب 2 وهكذا، أو 2 أس نون، يعني 2 أس 5 بيساوي 32. السؤال 11، حل خمسة أسئلة، كذلك خمس أسئلة، انتبه، يبقى أنا المفروض عندك خمس حوادث من متعدد ذي أربع خيارات، يعني كل مرة كام؟ أربعة، يعني أربعة في أربعة في أربعة في أربعة في أربعة. لا أحد يقول لي خمسة في أربعة، لا، خمس أسئلة، كل سؤال من كم؟ من أربعة، يعني أربعة مضروبة في نفسها خمس مرات، أو أربعة أس خمسة، أو أربعة أس كم؟ خمسة، هتساوي 1024. يبقى ننتبه هنا، المسألة الأولى 8، 7 في 6، وده الوضع الطبيعي السهل. خدنا مثلا قطعة نقود ومكعب، 2 في 6 بيساوي 12، خلاص. خدنا مثلا رمي مكعب ثلاث مرات، 6 في 6 في 6، أو 6 أس 3. لكن لما أقول لك خمس أسئلة من صواب وخطأ، لا، تنتبه، لا تقول لي 5 في 2. لما أقول لك خمس أسئلة متعدد ذي أربع خيارات، تنتبه إن أنت عندك خمس عمليات، خمس حوادث، يعني هتضرب الأربعة في نفسها خمس مرات، أو أربعة أس خمسة. طب السؤال 12، سؤال 12 من الأسئلة السهلة جدا، حاول تفكر فيها لحالك، وقف فيديو وفكر فيها. يصنع محل حلوى خمس أحجام من الكعك، كويس، هذه العملية الأولى من خمسة، أربع نكهات. العملية الثانية أربعة، أربع أنواع من الكريمة. العملية الثالثة من أربعة، فكم عدد أنواع الكعك اللي تصنع في المحل؟ أول شيء أبغاك تفكر فيه هنا إن أنت كم حادثة؟ واحد، اثنين، ثلاثة. الحادثة الأولى خمسة، الثانية أربعة، الثالثة أربعة، هذه اللي سهلة، تضرب خمسة في أربعة في أربعة يساوي خمسة في 16 80. نو. انتبه مرة ثانية، لما يكون عندك أسئلة، خمسة أسئلة صواب وخطأ، زي قطعة النقود، انتبه قطعة النقود، لما يقول لك خمس قطع نقود، كم عدد نواتجها؟ لا تقول لي خمسة في اثنين، لا. خمس قطع نقود يعني خمس عمليات، خمس حوادث، أضرب خمس أشياء، اتذكر. وبالتالي هيكون 32 أو 2 أس 5 ب 32. بعد كده السؤال 13، تتكون لوحة أرقام السيارات في المملكة العربية السعودية من ثلاثة أحرف وأربعة أرقام. يبقى أنا المفترض هنا ثلاث أحرف وهنا أربع أرقام، يعني سبع حوادث، سبع خانات، فكم لوحة أرقام يمكن إصدارها؟ يعني يبغى عدد النواتج اللي ممكن إصدارها بهذه السبع أرقام. طيب أول حاجة حقة الحروف، الأحرف يوجد في اللغة العربية 28 حرف، يعني العملية الأولى من 28، والثانية من 28، والثالثة من 28، لأن هنا يعني ما ذكر إن أنا إيش، ما عدم التكرار، لا، التكرار مسموح. وبالتالي 28 في 28 في 28. طب والأرقام؟ الأرقام من 0 إلى 9، من 0 إلى 9 10 أرقام، من 0 إلى 9 10 أرقام. وبالتالي 28 ثلاث مرات ضرب العشرة أربع مرات، وبالتالي يمكن إصدار 28 في 28 في 28 في 10 في 10 في 10 في 10 يعطيني 219 مليون 520 ألف لوحة. طيب نقطة صغيرة هنا، لما أقول من 0 إلى 9 كم عدد أو كم رقم؟ من 0 ل 9 10 أعداد. طب كيف أعرف؟ نطرح الكبير ناقص الصغير وزود 1، يعني 9 ناقص 0 9 ونزود 1 يعني 10. هذا أقولها لك عشان لو إذا عندك أرقام كبيرة يعني. لكن من 0 ل 9 واضحة، إن تعد من 0 إلى 9 هتلاقي إن عندك 10 أرقام. السؤال 14، وردات تريد كل من هديل ونجلاء. كويس، يبقى إحنا عندنا هديل، نجلاء، إهداء وردة واحدة لوالدتهما. فإذا كانت هديل تفضل، هديل تفضل مين؟ الوردات الحمراء والزنابق الصفراء، تمام. في حين تفضل أختها نجلاء القرنفل الأصفر، هذا واحد، زنبق الأحمر، اثنين،
الجاردينيا البيضاء 3، الأقحوان البنفسجي 4. يعني هديل بتفضل 2 ونجلاء تفضل 4. خلي بالك قبل ما أكمل، اعرف إن عدد النواتج 2 ضرب 4. خلاص صارت سهلة عليك من مبدأ العد الأساسي، 2 ضرب 4 8. السؤال وين؟ فما احتمال؟ اتفقنا في الحصة الماضية مجرد ما يقول لي فما احتمال، اعرف إن أنت حلك كسر. الكسر ده فوق عدد نواتج الحادثة وتحت العدد الكلي للنواتج. فما احتمال أن تختار الاثنتان وردتين من نفس اللون؟ طيب أول حاجة الاحتمال كسر، اتفقنا إن الاحتمال كسر سهلة، واتفقنا إن تحت العدد الكلي 2 ضرب 4 8، حتى الثمانية سهلة. باجي لي فوق، كم اكتب فوق؟ تختار الاثنتان وردتين من اللون نفسه، يعني هديل وردة أحمر والزنبق أحمر، هذا نوع، وزنابق أصفر مع القرنفل الأصفر، هذا النوع. يبقى كده كم نوع ممكن يكونوا زي بعض؟ نوعين. طيب إذا ما أنت فاهم، أنا عملت لك رسم شجري صغير لهذا السؤال، هذا الرسم الشجري. يقول لك نجلاء عندها 4 وهديل عندها نوعين، إما نجلاء اختارت صفراء يبقى أنا صفراء وحمراء، وهذا عدد النواتج. ألاقي إن هيكونوا متشابهين إمتى؟ هيكون من اللون نفسه إمتى؟ إذا اختارت صفراء وصفراء، أو اخترنا حمراء وإيش؟ وحمراء. يبقى إذا عدد نواتج الحادثة 2. 2 على كم؟ على 8. نبسطها لأبسط صورة، يبقى عدد النواتج الممكنة 8. عدد النواتج من اللون نفسه 2، احتمال وردتان من اللون نفسه 2 على 8 تساوي 1 على 4 بعد التبسيط. باختصار مرة ثانية، عدد احتمال كسر، هذا الكسر فوق عدد نواتج الحادثة تحت العدد الكلي. العدد الكلي 8، 2 في 4 توقع بسيط جدا. طيب الوردتان من نفس اللون أحمر وأحمر، يعني أداء من قلنا اتفقنا إن الرسم الشجري الفرع هذا يعني 1، وهنا الزنابق الصفراء والقرنفل الأصفر ده 2، يبقى 2 على 8 بتبسيطها بيساوي ربع. بعد كده تدل الأرقام الثلاثة الأولى من أرقام الهاتف في إحدى الدول على المدينة التي يعيش فيها المستخدم، أما الأرقام الأربعة الباقية فهي عشوائية، فما احتمال أن تمثل الأرقام الأربعة الأخيرة العام الهجري الحالي؟ طيب نركز كده برضك، هو بيتكلم عن احتمال. خلاص اتوقع انت صرت متقن الاحتمال وتقدر تشتغل لحالك، وتقدر تعرف ان احتمال هيكون كسر فوق عدد نواتج الحادثة وتحت العدد الكلي للنواتج. احنا بنتكلم عن ايش؟ اربع ارقام اخيرة، اتفقنا ان الارقام بتكون من 0 ل 9 وبالتالي 10. يعني لما اجيب عدد الكلي للنواتج 10 ضرب 10 ضرب 10 ضرب 10 اللي هي 10000، والعام الهجري الحالي 1441، يعني ناتج واحد فقط، وبالتالي هيكون الاحتمال 1 على 10000. السؤال 16، ما عدد، استعمل الجدول المجاور الخاص بجهاز تخزين الكتروني في حل السؤالين 16 و17، ما عدد اختيارات هذا النوع من الاجهزة اعتمادا على السعة التخزينية واللون؟ السعة التخزينية 1 2 3 4، والالوان 1 2 3 4 5 6 7 8. والمطلوب ما عدد اختيارات هذا النوع من الأجهزة؟ يعني احنا عندنا نوع من الأجهزة له 4 سعات تخزينية و8 ألوان، وبالتالي خلاص من مبدأ العد الأساسي 4 ضرب 8 يساوي 32. السؤال الثاني، إذا أضفنا نوع آخر من أنواع الأجهزة الإلكترونية فكم يصبح عدد الاختيارات المتوفرة؟ يعني أصبح عندي 2 كمبيوتر و4 سعة تخزينية و8 ألوان، 2 في 4 في 8، 8 في 8 ب 64. بعد كده، إذا سحبت كرة واحدة على من كل من الكيسين المجاورين فاستعمل الرسم الشجري للإجابة على السؤالين 18 و19. قبل ما أشتغل اعرف إن أنت عندك هنا 3 وهنا 4، 3 ضرب 4 عدد النواتج يساوي 12 من مبدأ العد الأساسي. السؤال الأول، طبعا هو أنا قال برضه استعمل الرسم إيش؟ الشجري. هذا الرسم الشجري، هنا الكيس الأول أزرق بنفسجي أحمر كتبتهم، ومن كل واحدة طلعت 4 أسهم لأن العملية الثانية أو الحادثة الثانية من 4 كتبتهم وكتبت النواتج. السؤال الأول 18، ما احتمال؟ احتمال يعني كسر
فوق عدد النواتج الحادثة تحت العدد الكلي للنواتج اللي هو 12 في هذا السؤال. احتمال أن تكون إحدى الكرات على الأقل زرقاء. طيب تعال نعد، على الأقل زرقاء يعني يكون عندي واحدة زرقاء أو أكثر. على الأقل يلي أكبر من أو يساوي. طيب هنا 1 2 3 4 5 6، 6 فيهم أزرق على الأقل زرقاء، تمام؟ وطبعا على الأقل أو أكثر هذه فيها 2، المهم يعني هذا ناتج. عندنا 6 نواتج فيهم على الأقل واحدة زرقاء، تمام؟ وبالتالي الاحتمال هيكون 6 على كام؟ 6 على 12 اللي هي بأبسط صورة بتساوي نص. هذا السؤال الأول. السؤال 19، ما احتمال أن تكون إحدى الكرات على الأقل صفراء؟ إحدى الكرات على الأقل نفس الشيء، يعني واحدة أصفر أو أكثر. تعالوا نعد الأصفر كم؟ هنا واحدة، وهنا واحدة، 2، وهنا واحدة، 3، 3، يبقى الاحتمال كسر عدد النواتج الحادثة 3 على 12، تقسيم 3 بسطا ومقاما تساوي 1 على 4 في أبسط صورة. تحاول توقف الفيديو هنا وتروح تحل لحالك وبعدين ترجع تكمل. غداء، استعمل المعلومات الآتية لحل الأسئلة من 20 إلى 23. قام أحد المطاعم بإعداد وجبات غداء لطلاب الصف الثاني المتوسط بحيث تتكون كل وجبة من أول شيء لحم ودجاج، لحم أو دجاج كده، إيش عملية حادثة من 2، أرز أبيض أو أصفر حادثة من 2، تفاحة برتقالة أو موز 1 2 3 حادثة من 3، علبة عصير أو ماء أو لبن حادثة من 3. يبقى حادثة من 2، حادثة من 2، حادثة من 3، حادثة من 3. يعني قبل ما اروح اقرا السؤال واكمل اكون عارف ان عدد النواتج من مبدا العد الاساسي 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 3 12، 12 ضرب 3 36، نواتج هذه المساله 36، واذا جيت اجيب اي احتمال هيكون كسر والمقام 36 اللي هو عدد النواتج الكلي. المهم السؤال الاول يقول لي ما عدد يعني بس مبدا العد الاساسي الاختيارات المختلفه لوجبه الغداء. خلاص احنا جبناها قبل ما نشتغل وعرفنا ان هي 36. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، ما عدد الاختيارات التي تحتوي على تفاحه؟ يبقى هو غير في السؤال هنا، اللي تحتوي على تفاحه. طيب يعني هنا 2 عادي لحمه ودجاج وارز 2 وعلبه عصير ماء لبن 3، لكن هنا اللي كانوا 3 هيخلي بس مين؟ التفاح، ويلغي البرتقالة ويلغي الموز. أصبحت هنا العملية من 1، يبقى نضرب 2 في 2 4، 4 في 1 4، 4 في 3 12، وبالتالي هنا السؤال 21 إجابته 12. السؤال 22، إذا تم اختيار وجبة غداء عشوائيا، هيختار وجبة عشوائيا زين، فما احتمال؟ احتمال اتفقنا 3 خطوات، عدد نواتج الحادثة، عدد النواتج الكلي، الاحتمال يساوي كسر بسطا عدد نواتج الحادثة مقاما العدد الكلي للنواتج، فما احتمال أن تحتوي هذه الوجبة على موزة؟ طيب أول شيء الاحتمال كسر، عرفنا أنه كسر، عرفت أن عدد النواتج الكلي 36 يعني المقام 36، بقي لي عدد نواتج الحادثة. طيب هو هنا كان في تفاحة أو برتقالة أو موزة، الوجبة تحتوي على ايش؟ على موز. يعني كان عندي هنا 3 اشياء، خلاهم بس ايش؟ شال البرتقاله وشال التفاحه وخلى بس مين؟ الموزه. وبالتالي 2 ضرب 2 4 ضرب 1 4 ضرب 3 12، وبالتالي السؤال 22 اجابته احتمال هيساوي 12 على 36. ليش 12؟ عدد نواتج الحادثه. ليش 36؟ العدد الكلي للنواتج. 12 على 36 قسم بسط مقاما على 12 يطلع 1 على 3. السؤال 23، ما احتمال أن يحصل الطالب على وجبة الغداء؟ طيب
يحصل الطالب على وجبة غداء. تحتوي على إيش وجبة الغداء اللي يحصل عليها الطالب؟ قال تحتوي على أرز أبيض ولبن. طيب أرز أبيض يعني هنا لغى الرز الأصفر، ولبن يعني لغى العصير ولغى الماء. طب تعالى بقى نحسب. أول شيء احتمال، يبقى لازم كسر عدد النواتج الحادثة على عدد الكل للنواتج. الكل للنواتج 36 من الأول، يبقى لسه لعدد نواتج الحادثة. تعال نشوف عدد نواتج الحادثة كم. هنا 2 ضرب 1 ب2 ضرب 3 6 ضرب 1 6. يبقى إذا عدد نواتج الحادثة 6. ليش 6؟ لأن أنا شلت الرز الأصفر وحذفنا العصير أو الماء وباقي اللبن، يبقى 2 ضرب 1 ضرب 3 ضرب 1 هتساوي 6 قسمة 36. بسط بسطا ومقاما تقسيم 6 يعني 1 على 6. مسائل مهارات تفكير عليا. يقدم مطعم 3 أحجام من الفطائر، صغيرة متوسطة كبيرة. يبقى أول حاجة إن هما كام؟ 3. 1 2 3. ويستعمل لذلك نوعين من الجبن وأربعة أنواع من الخلطة. يبقى إحنا عندنا 3 أنواع فطائر، نوعين من الجبن، هذه الحادثة الثانية، والحادثة الثالثة أربعة أنواع من الخلطة. طب تعال كده نجيب عدد النواتج. 3 ضرب 2 6، 6 ضرب 4 24. 24 إذا أضاف، يبقى خلاص العدد الأول 24. إذا أضاف إلى القائمة الحجم الكبير جدا، يعني هيضيف نوع للحجم اسمه الكبير جدا، فبكم يزيد عدد أنواع الفطائر؟ طيب إحنا حسبنا 24 الحين، تعال نضيف القي اللي هو الكبير جدا. لما ضفت الكبير جدا أصبح هنا 4 ضرب 2 8، 8 ضرب 4 32. يعني بعد ما ضفت الشيء الجديد طلع لي 32. طب وفي الأول كانوا 24، وبالتالي النواتج الفرق أو كم يزيد عدد أنواع الفطائر؟ 32 ناقص 24 يساوي 8 فطائر. سؤال 26، اكتب الصيغة الجبرية لإيجاد عدد نواتج رمي مكعب الأرقام س مرة. اتفقنا عليها إن هي 6 أس إيش؟ 6 أس س. سؤال 27، اذكر مزية واحدة لتفضيل استعمال الرسم الشجري على مبدأ العد الأساسي. قلنا وإحنا بنشتغل إن الرسم الشجري يسمح بمشاهدة جميع النواتج، ولكن نستطيع معرفة عدد النواتج الممكنة باستعمال مبدأ العد فقط. وكالعادة مع آخر سؤال، تدريب على الاختبار. يقدم مطعم فطائر متنوعة بحيث يختار الزبائن ما يفضلون بين. تعال نشوف إيش الحوادث اللي عندنا. الحادثة الأولى نوعين من الخبز، الحادثة الثانية 3 أنواع من اللحم. يبقى إذن زي ما اتفقنا مبدأ العد الأساسي على طول 2 ضرب 3، أعرف إن هيكون عندي 6 نواتج. نكمل. أي الجداول الآتية يمكن أن يمثل جميع الفطائر المختلفة التي يقدمها المطعم؟ أول شيء أنا عرفت إن عندي 6 صح؟ يبقى تعال نشوف مين الجدول اللي فيه 6. الجدول ده الصغير أقول له عذرا ألف، الجدول ده أكثر من 6 عذرا باء، الجدول ده 3 عذرا دال. هذا هو الوحيد اللي مكون من 6. وعشان نراجع نوعين من الخبز، هذا نوع خبز الأول ونوع الخبز الثاني، وثلاث أنواع من اللحم مكتوبين، وبالتالي الإجابة جيم هي الإجابة الصحيحة. درسنا الاحتمال ودرسنا عد النواتج ودرسنا الرسم الشجري. درس الاحتمال يا شباب من الدروس المهمة جدا. إن شاء الله في رحلتك التعليمية القادمة هيكون درس الاحتمالات معاك كثير، وما زلنا في هذه الوحدة عندنا الاحتمالات. فأسأل الله أن توفقوا جميعا يا رب. ودائما بهذا أعزائي طلاب مدارس المناهج، نكون قد أنهينا معكم شرح درس تمارين على عد النواتج. نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في جروبات الواتساب والتليجرام. تعليمنا بإذن الله مستمر بهمتكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.